بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاجئون بلا مصير، هذه الحملة التي أطلقها اللاجئون المقيمون في تركيا تحت الحماية المؤقتة، وكنت أيضا من المشاركين فيها، أصبحت للحملة صدى كبير في مواقع التواصل الاجتماعي وباقي وسائل الإعلام الإذاعية والمرئية. فكل من شارك في تلك الحملة يسعى إلى هدف، وهو معرفة مصيره هو وأفراد العائلة، حيث أقل مدة لتواجده على الأراضي التركية 4 سنوات. الكل يسأل لماذا تم إطلاق تلك الحملة في الوقت الراهن؟ هذا السؤال يدور في أذهان الجميع، فالجواب معروف، بما أن موقف منح الإقامات السياحية تم إيقافها، وأيضا ملفات طالبي اللجوء تقابل بالرفض من قبل دائرة الهجرة. لذلك الكل يريد معرفة مصيره، حيث أغلبنا تعرض للتهديد في وطننا وتركنا الوطن مجبرين، وبينما بقية الدول لا تحرك ساكنا على ما يحدث في العراق من أعمال عنف أو حتى اختفاء وسائل الحياة 90%. فتحت تركيا أبوابها لكل اللاجئين، وحصلنا على الإقامة المؤقتة وتأقلمنا على العيش والاندماج مع الشعب التركي، لكن نبقى تحت مبدأ الحماية المؤقتة. ها أنا أقول ترك الوطن والاقتراب هو موت قبل الموت، أن تعيش عمرك كاملا باشتياق كاملا لبيتك وأسرتك، هذا هو الموت نفسه. فللغربة أوجاع لا يعلم بها إلا من عاشها، فالغربة حياة مستعارة نعيشها يوما بعد يوم، نتأمل المستقبل المجهول عندما تجف الدموع في الجفون ورنين الكلمات يتحول إلى صدى، تضيع الصور بين صفحات الذكريات ويمضي الوقت بعيدا يتوارى عن أنظار الذكريات، يولد الحنين، حنين الوطن كلهفة طفل وحيد لحضن دافئ. نطالب من الأمم المتحدة النظر في ملفاتنا وتقرير مصيرنا، وإلى من يهمه الأمر، انظروا إلينا كنظرة الأب لابنه ونظرة الأم لطفلها. وفي الختام كل التقدير والاحترام لمن يشارك كلمتي هذه، ومن الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاجئون بلا مصير.